بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا مفاتيح خير ومغاليق شر، آمين يا سيدنا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على المشؤومين الملعونين. نأخذ الآية التي تليها. إنما سلطانه، بعدما قال إنه ليس له سلطان في الآية 99، في الآية 100، شوف 100، قالك إنما سلطانه على الذين يتولونهم، أغلب الناس عبر التاريخ وأغلب الجان على حد علمي. إنما سلطانه على الذين يتولونه ويأخذونه وكيل، يعني هو سيد وهو مدافع المصالح، ما هي المصالح مع الشيطان؟ وكيفاش يكون ولي يؤمن شره؟ كيف يكون ولي بأي صفة يقدم روحه كولي؟ احنا ما ريناش شيطان اي عنصر فساد وضلال يكون يستحق الولاية. ما يجمش يكون ينفعك، ما يجمش يكون يحرسك، ما يجمش يكون يغير عليك، ما يجمش يرزقك، ما يجمش يسامحك، ما يجمش يسترك. هذا بفضيحة بالتمام والكمال، الشيطان الرجيم. وهذا اغلب الناس واقعين تحت سلطان. وهذا شكون ربي، واحنا ما مش نظلموا في الناس. القلة مؤمنة حقيقة قولا وعملا، انا انسا وجنا، امرأة ورجلا، وهل ما جرى. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. دونك il tombe dans l'association ou l'associationnisme. يعني ما يؤمن بالله الا يكون عنده شركاء. كيفاش يكون اله ويحتاج الى شركاء؟ ومن خلق؟ هل هو والشركاء ولا خلق بمفرده؟ اذا كان خلق بمفرده فكيف تسمعون انفسكم ان تلصقون به شركاء؟ اذا انتم على باطل، وتعني حالة الدليل ولا بسيكوباتي، يعني لا خير بكم أبدا، لا لكم ولا لغيركم. ولا نستغرب كيفاش الصهاينة والكرب معاهم يمنوا بهم الناس خاطر عندهم فلوس. راهي فلوسهم حرام يا ناس، ما تجيب كان الآلام، ما تجيب كان الآهات، ما تجيب كان الهلاس هلاس هلاس ومالوريزمون وديزولي. هذا تجيب لكم أموال اللي تخلو فيها بطريق غير سليمة، طريق الحرام، والحرام لا يأتي بخير أبدا، لا للأنام ولا للجان. نسأل الله السلامة.